بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام والأمة الإسلامية بخير بمناسبة العام الهجري الجديد. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومعلمنا وقائدنا ونور أعيننا وبصيرة قلوبنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، فاللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه إلى يوم الدين. أما بعد، سوف نتحدث عن الهجرة، والآن فلنبدأ بأول هجرة في الإسلام. لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ما يصيب الصحابة من البلاء، وأنه لا يقدر على أن يحميهم ويمنعهم مما هم فيه من تعذيب، قال لهم: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه. فخرج المسلمون إلى أرض الحبشة مخافة الفتن وفرارا إلى الله بدينهم، فكانت هذه هي أول هجرة في الإسلام. وكان في مقدمة المهاجرين سيدنا عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو حذيفة وزوجته، والزبير بن العوام، ومصعب بن عمير، وعبد الرحمن بن عوف، حتى اجتمع في أرض الحبشة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 84 رجلا. وده هو الصحيح كما ذكره ابن هشام في سيرته. فلما رأت قريش ذلك أرسلت إلى الناجشي عبد الله ابن أبي ربيعة وعمر بن العاص. طبعا عمر بن العاص كان لسه ما أسلمش طبعا ساعتها، وكان معهما هدايا مختلفة كثيرة إلى النجاشي، ولا حاشيته وبطارقته. مرحبش كانت بتدين بالنصرانية وما زالت طبعا. رجاء بقى إيه؟ يعني هم عايزين إيه بقى من الموضوع؟ بعتنهم ليه بالهدايا دي؟ رجاء أن يرفض قبول هؤلاء المسلمين في جواره ويسلمهم مرة أخرى إليه، إلى قريش. فلما كلمه النجاشي اللي هو بقى مين؟ عمرو ابن العاص وعبد الله ابن ابي ربيعه، لما كلمه النجاشي في الموضوع وكلمه قبله ما يكلموه البطارقه بتوعه، قدموا ليهم طبعا الهدايا، رفض النجاشي أن يسلم أحد من المسلمين ليه حتى يكلم المسلمين في شأن دينهم يعني الجديد ده. فجئ بالمسلمين إلى النجاشي ورسول قريش عنده، وعبد الله بن أبي ربيعة وعمر بن العاص. فقال النجاشي للمسلمين: ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا به في ديني ولا دين أحد من الملل؟ دي ملة جديدة دي. فكان الذي كلمه جعفر ابن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن سيدنا جعفر. فقال: أيها الملك، ده قول جعفر بقى للنجاشي، أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام
ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف. فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم، ونهانا عن الفواحش، فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله عز وجل. فعدا علينا قومنا، الناس بقى اللي ما امنتش من قومنا ومن عيلتنا جم بقى قعدوا يعذبوا فينا يعني. فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا الى عباده الاوثان، عايزينهم عاوزيننا نعبد الاصنام زيهم. فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا خرجنا الى بلادك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا ألا نظلم عندك. فسأله النجاشي، النجاشي بقى بيسأل سيدنا جعفر بن أبي طالب أن يتلو عليه شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من عند الله، فقرأ عليه سيدنا جعفر صدر من سورة مريم، فبكى النجاشي حد اخضلت لحيته، يعني دهنه بقت كلها ميه من دموعه، يعني دموعه خلتها كانها مغسوله يعني. ثم قال لهم ان هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكات واحده. ثم التفت الى رسولي قريش قائلا انطلقا فلا والله لا اسلمهم اليكما ولا يكادوا، ولا يكادون يعني مش اكيد يعني انتوا مش تضحكوا على ده وتكدلهم يعني تقضوا معانا. مشوا اللي هم عمرو بن العاص واللي معاه، بس رجعوا تاني وقالوا له ايها الملك انهم يقولون في عيسى ابن مريم قولا عظيما. ده بيقولوا كلام وحش قوي في عيسى ابن مريم. طب سيدنا عيسى ابن مريم ده رسول من عند الله، ونقول العزم من الرسل، ونحن نؤمن بجميع الرسل، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فأرسل إليهم النجاشي، النجاشي أرسل للمسلمين فسألهم عما يقولون في سيدنا عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، فأرسل إليهم في ذلك. فقال جعفر بن أبي طالب نقول فيها الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول هو عبد الله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فضرب النجاشي بيده إلى الأرض فأخذ منها عودا، ثم قال والله ما عدا عيسى ابن مريم مما قلت هذا العود. يعني هو بص زي استقامة العود كده اللي تقولته ده بالضبط، هو الكلام اللي بيتقال المفروض يتقال على سيدنا عيسى ابن مريم. وردها الهدايا لعمر ابن العاص واللي معاه، وازداد استمساكه بالمسلمين اللي استجاروا به، وعاد الرسل إلى قريش خائبين. بعد فترة من الزمن بلغهم إسلام أهل مكة، طلعت إشاعة إن كل أهل مكة إيه أسلموا. فقالوا طب خلاص بقى، السبب اللي إحنا كنا جايين علشانه للحبشة بقاش موجود، احنا قومنا كانوا معادينا عشان احنا مسلمين وهم لا، دلوقتي كله بقى ايه بقى مسلم، دي اشاعة طبعا. فرجعوا لما عرفوا
كده. ولما بدأوا يقربوا من مكة بلغهم ان اللي سمعوه من اسلام اهل مكة باطل، دي اشاع، حكوا عليهم، عملوا اشاعة كده عشان الكلام يوصل لهم. فطبعا تلقائي انت تستنتج ايه؟ هيرجع؟ جميل. فلم يدخل احد منهم الا بجوار، كل واحد بقى له قريب قوي او له سيد قوي او له واحد معاه عشان يعني بالبلد كده، بقى يدخل يقول انا في حماية فلان، انا في جوار فلان. انه يدخل يعني هيتعذب او مستخفي. دخل وهو ايه؟ مستخبي يعني. وكانوا كلهم 33 رجل. وكان من بين من دخل بجوار عثمان بن مزعون، دخل بجوار الوليد بن المغيرة. سيدنا عثمان بن مزعون قال انا بجوار مين؟ انا اللي بيحميني مين؟ الوليد بن المغيرة. وابو سلمة دخل بجوار ابي طالب، وابو سلمة قال انا بطلب من ابو طالب يحميني. طيب الكلام ده ايه العبر والعظات اللي احنا ناخدها من الموضوع ده؟ الدلالة الاولى ان الدين والاستمساك به وإقامة دعائمه أساس ومصدر لكل قوة. وده شفناه في إن سيدنا جعفر ما غيرش المفهوم عن سيدنا عيسى، المفهوم الإسلامي عن سيدنا عيسى لما كان قدام النجاشي والبطل قبطوع. يعني حتى لو كان ده هيؤدي بيهم إن هم يرجعوا تاني لقريش، يرجعوا هيموتوا يموتوا، لكن ما يغيرش دينه علشان حماية أحد البشر. وده اللي حصل من سيدنا جعفر رضي الله عنه وارضاه. لأن التمسك بالدين هو اللي تعرف الدرع اللي بيبقى من الفولاذ ده اللي بيلبسه المحاربين، والواقي من الرصاص والكلام ده، أهو الدين أهم من ده، أهم من ده. السياج ده بيحمي جسمك، لكن الدين بيحمي جسمك وروحك. ما فيش سياج في الدنيا يقدر يحمي روحك الا منهج ربنا. ولو كانت كل الارض معاك بشر ومال وسلطان، ما فيش حاجه تقدر تحميك الا الله بمنهجه الذي اخبرنا وعلمنا اياه. واذا كنت فاكر ان تنازلك عن دينك هيبقى حماية لمالك أو أرضك أو حريتك أو كرامتك، فأنت أساساً مفيش عندك مال لو كنت أغنى الأغنياء، ولا تملك وطن ولو كانت كل الأرض تحت أمرك، وأنت عبد لأدنى حشرات الأرض، ولست سيداً وإن كنت تملك كل العالم ولا تمتلك كرامة. إمتى؟ لو ما عندكش دين. اوعى تحسب ان مالك ولا الارض اللي بتمتلكها ولا السياده بتاعتك والحريه بتاعتك طبعا بيعمل لك كرامه وهميه، ان ده هيبقى كرامه وانت عديم الدين. من عدم دينه عدم ادميته، مش بني ادم اساسا، مش بني ادم، مفيش دين مفيش بني ادم. من أجل هذا كان واجب الدعاء إلى الإسلام والمجاهدين في سبيل الإسلام يجندوا كل إمكاناتهم لحماية الدين ومبادئه، مش على حسب الظروف. العثمانيين معاهم الولاية، تشم ريحتهم في الفن، تشم ريحتهم في السياسة، تشم ريحتهم في التعاملات الاجتماعية. راحوا العثمانيين بعد الأتراك، راحوا قبلهم جم العثمانيين، راحوا قبلهم جه الفرنسيين، وراح الفرنسيين جم الإنجليز. عندك قاضي يحكم على مصري بأنه
إعدام علشان قتل جندي إنجليزي. طب هو محتل بلد، أمال المفروض أعمل فيه يعني؟ أقول له أهلا وسهلا ودخله بيته وأخرج أنا وعيالي بره، ولا أسيب له عيالي كمان بالمرة؟ واخد بالك أنت إزاي؟ فطبعا يعني أنا مش عارف الفترة اللي كان، عشان الكامب بتاعهم كان اللي مسؤول عن التموين بتاعه من الألف للياء كان مصريين. إزاي؟ إزاي؟ الكلام ده لازم يبقى فيه وقفة مع كل واحد فينا. إزاي أتعرض للاستعمار وأنا اللي أبقى أكله وأشربه ومسؤول عن أكله وشربه من الألف للياء وحريص على كده؟ أموت واحد فيهم أروح أتعدم قصاده؟ ده محتل. طبعا لو كان في دين ما كانش في حد عاونهم في أكله ولا في شرب، وما كانش طلع لنا قاضي يحكم على مصري بالإعدام إنه قتل واحد إنجليزي لأنه هو جاي يحتل بلده ويعتدي على شرفه وعرضه وماله وأهله. يبقى إذن على العلماء والمجاهدين أن يجندوا كل إمكاناتهم لحماية الدين، الدين ومبادئه. إن حماية الدين معناها حماية الوطن والأرض والمال والحياة. وتبذل في ذلك كل ما تملك وكل ما يمكن بذله. لأن الدين لو فقد أو غلب عليه لا هينفعك بعضه بقى وطن ولا مال ولا أرض، لأنك مش هتلاقي لا وطن ولا مال ولا أرض بعد ما تتنازل عن دينك. أما إذا قوي شأن الدين وقامت في المجتمع دعائم الدين والقلوب صدقت في انها يكمن فيها مبادئ الدين والعقيده الصحيحه، فاي حاجه فاتها بسبب انك انت ترسخ الدين في قلبك ويبقى دعامه من دعائم الاساسيه للوطن، كل اللي خسرته هيرجع لك تاني باضعاف مضاعفه واقوى بكتير من الاول. انك ساعتها يبقى عندك حمايه وعندك درع واقي من الكرامة والقوة والبصيرة. وهي دي سنة ربنا في الكون على مر التاريخ، إن القوة المعنوية هي الحافظة للمكاسب والقوة المادية. الدين هو الحافظ للأرض والوطن والمال والعرض والشرف. فمهما كانت الأمة غنية في خلقها وعقيدتها السليمة ومبادئها الاجتماعية الصحيحة، فإن سلطانها المادي يظهر أكثر تماسك وقوة وراسخ، ويكون أكثر بقاء، ويكون أقوى جانبا، ويكون منيع. ومهما كانت فقيرة في خلقها مضطربة في عقيدتها زي حنا دلوقتي، أو تائها أو جانحة في نظامها ومبادئها، مش ماشية على الصراط المستقيم مجنحة، فإن سلطانها المادي يغدو أقرب إلى الإضمحلال. يبقى انت استاذ دلوقتي كده بتختفي وبتتلاشى سنه سنه، زي الانسان كده
أما بيبقى خلاص عدى الأربعين والخمسين ويبدأ وتخور وتضعف رويدا رويدا شيئا فشيئا شيئا فشيئا. وكل المكتسبات المادية تصبح أسرع في الزوال من عدم الدين. من صادف إن احنا نشوف أمة تائهة في عقيدتها، هياش على الصواب، منحطة في مستواها الخلقي والاجتماعي، ومع هذا بتشوفها ايه؟ قوية جدا زي الغرب كده، لا دين ولا تقوى وما شاء الله عليهم، يعني مش ما شاء الله على 60 داهية ان شاء الله الى زوال، يعني دول متقدمين واقوياء وعندهم اسلحة وعندهم مال وعندهم اقتصاد وعندهم واحنا فقراء، ولا دين ولا مبادئ ولا عقيدة ولا اي حاجة، عيش البهايم كده يعني ما لهمش لازم، ومع ذلك واقفين على رجلهم اقوى مننا، القوة عندهم، السلطان عندهم، سلطان المادة طبعا. لكن ده في الحقيقة والواقع بيمر بسرعة نحو هاوية سحيقة، عارف كده ما تبص من على قمة جبل على وادي زي البير، يعني مش أرض مسطحة لا بير، هم واقفين بقى على قمة الجبل ده ومستنيين زقة صغيرة كده مش هتعرف تشوفها. والسبب انك انت ما بتحسش بحركة المرور ده وسرعته هو قصر عمر الإنسان، لكن لما بتقرأ التاريخ هتقول فين فارس، فين الروم، فين الدولة البيزنطية، فين 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 الدولة الإسلامية لما فقدت العقيدة السليمة، وما هي قوة الدولة الإسلامية عندما كانت متمسكة بعقيدتها. فإذا إذا كان عمرك قصير لا تلاحظ أن الباطل يمر سريعا إلى هاوية سحيقة، فاقرأ التاريخ، فإن القراءة عمرا يضاف إلى عمرك، هتقدر تفهم يعني إيه لما يبقى الأمة ما عندهاش مبادئ، ما عندهاش دين، ما عندهاش عقيدة سليمة، يبقى مصيرها إلى زوال. وقد برضو نصادف أمة لا تملك أي مقومات مادية من ثروة ووطن ومال في سبيل الحفاظ على العقيدة الصحيحة وفي سبيل بناء النظام الاجتماعي السليم، لكن يدوبت فترة صغيرة قصيرة جدا وتجد أصحاب هذه العقيدة الصحيحة وما يتبعها من الخلق والنظام اللي بيبقوا سلام طبعا، نظام وخلق اجتماعي سليم، قد استحوذوا على وطنهم المسلوب ومالهم المرصود وعادت إليهم قوتهم مضاعفة ومعززة. سيدنا محمد كان رايح المدينة بيه، ده كان في ناس خارجة من قريش ناقص ياخدوا الهدوم اللي هم لابسينها، أهل قريش كان ناقص ياخدوا منهم الهدوم اللي هم لابسينها، سيب سلاحك سيب مالك سيب أكلك سيب حتى بق المية اللي هيشربه في الصحراء وماشي 3-4 أيام عشان يوصل من مكة للمدينة في عز الولعة بتاعت الصحراء، جو السعودية وما أدرك ما جو السعودية من حرارة، هم ياخدوا منهم كل حاجة. يا دوب تكمل النبي 10 سنين، فتح مكة ومعاه 10,000 مقاتل، قريش كان معاها القوة ومعاها السلطة ومعاها المال وعندها بيت الله الحرام اللي كل الناس بتتمنى لها الرضا ترضى عشان يروحوا لها عشان يحجوا بيت الله الحرام في الجاهلية، وكل هذه الأموال المتدفقة وكل هذه السيادة وكل هذه القوة لم تغن عن قريش أي شيء، والمسلمون
في قمة الفقر أثناء تواجدهم في المدينة، تحول الأمر رأسا على عقب، وأصبح أهل المال والسلطة والوطن لا يملكون هذا، وأصبح من لا يملك يملك السلطة والمال والوطن بصحة عقيدة وتمسكه بمبادئ دينه. ولا يمكن أن احنا نلاقي الصورة الصحيحة عن الكون والإنسان والحياة إلا في عقيدة الإسلام. حد وافق هو ده الصح، حد ما وافقش بكرة يعرف إن هو ده الصح. والصح عمره ما هيبقى غلط، والغلط عمره ما هيبقى صح. أعتقد ما شئت، ولكن الحقيقة ستظل هي الحقيقة. أعلموا هذا جيدا. ومش هتلاقي نظام اجتماعي عادل سليم إلا في نظام الإسلام. وهذا عشان كده كان من أسس الدعوة إلى الإسلام التضحية بالمال والوطن والحياة في سبيله. التضحية بكل هذا للحصول عليه، لكن بطريقة أشرف وأنضف. فبذلك يضمن المسلمون لأنفسهم المال والوطن والحياة. ومن أجل هذا شرع مبدأ الهجرة في الإسلام، فأشار الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن نالهم من أذى المشركين ما خشي عليهم منه الفتنة في الدين بالهجرة والخروج من الوطن. الهجرة دي ضرب غير يسير من ضروب العذاب والألم في سبيل الدين. سهل، أنا أسيب بيتي كده، حد غير ياخده، ما أنا همشي هياخدوه، أخرج بمالي ياخدوه مني، أسيب أهلي، أسيب أولادي، في عذاب أكبر من كده. لكن في سبيل الدين يضمن كل شيء. ده على فكرة الهجرة مش هرب من الأذى وعاوز أروح أرتاح، لكن هي تبديل للمحنة. أنا قاعد في عذاب ومفيش أمل إن ديني ينتشر، فببعد عشان أخذ قسط من القوة أقدر أنشر بيه ديني. ويأتي الفرج والنصر. ومكة في الوقت ده ما كانتش دار إسلام، عشان نقول ليه يعني الصحابة تركوها وفروا منها عشان يحافظوا على سلامة روحهم إلى بلاد كافرة. فمكة والحبشة كانوا سواء، دول دار كفر ودول دار كفر، ده في وقتها يعني. لكن مين كان أعون للصحابة في نشر الدعوة؟ الأعون هي الأقدر بالإقامة فيها، فكانت الحبشة هي الأعون على إقامة الدين. حدش يضربني في الحبشة ولا يعذبني عشان بعبد ربنا. عشان كده مكة في اللحظات ديت أو في الوقت ده ما كانتش دار إسلام. أما الهجرة بقى من دار الإسلام فحكمها بين الوجوب والجواز والحرمة. يعني أنت ما بتقف دار إسلام ما تهجرش منها. يعني في ناس قالت لو هجرت يبقى لا، واجب الإقامة أفضل. وبعدين قال لك جايز، والجايز ده يعني متساوي، يعني تمشي زي تقعد. أه
وفي ناس قالت لا حرام تخرج من دار الإسلام حتى لو أنت بتتعذب. طيب إمتى الوجوب بقى؟ قال لك الوجوب يكون عند عدم تمكن المسلم من القيام بالشعائر، ممكن تخرج، ما انتش قادر تصلي، كل ما تصلي يضربوك او يستهزئوا بيك مثلا، طبعا داخل في كلمه الصيام والحج والحاجات دي. طب امتى يبقى جائز تخرج؟ فيكون عندما يصيب فيها بلاء يضيق به فيجوز ان هو ايه يخرج. الا دار اسلاميه ثانيه، ما بقولش بقى من كفر الاسلاميه، لا الا دار اسلاميه ثانيه. واما الحرمه بقى فتكون عندما تستلزم هجرته إهمال واجب من الواجبات الإسلامية لا يقوم بها غيره، يعني في حاجة ما تقومش بها إلا أنت، هما مانعينك منها. لا أصبح المكث في هذا الوطن الذي يمنعك من الأمر اللي ما فيش حد غيرك يقدر يقوم بيه ده حرام، والخروج هو اللي حلال 100%. طب جميل أوي الكلام ده. الدلالة الثانية هناخد منها حقيقة العلاقة القائمة بين ما جاء به سيدنا محمد وسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، عليهما الصلاة والسلام. النجاشي كان على دين عيسى، على نبينا عليه الصلاة والسلام، وكان مخلص وصادق في نصرانيته، وكان من مقتضى إخلاصه هذا ألا يتحول عنها إلى ما يخالفها، يعني سيبش النصرانية دين تاني، وإنه لا ينتصر لمن تختلف عقيدتهم عما جاء به الإنجيل وما جاء به سيدنا عيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. ليه بنقول الكلام ده بقى؟ لأن في ناس ادعت انتمائها لعيسى ابن مريم وتمسكهم بالإنجيل، وقالت إن عيسى ابن الله تعالى وأنه ثالث ثلاثة، طيب. بذلك وللرد على المسلمين كلامهم و انتصر لرسل قريش فيما جاءوا به من أجله، النجاشي يعني كان رد على المسلمين لما قالوا له عبد الله ورسوله، ما أنا سألهم عيسى عبدكم يا عبد الله ورسوله، وروح هو كلمته ألقاها إلى مريم. ولكن ما لقناش النجاشي بيعلق على ما سمع من القرآن وترجمته لحياة عيسى ابن مريم بقوله إن هذا، يعني هو معلقش لما إن المسلمين قالوا إن عيسى عبد الله ورسوله، معلقش وقال لا ده ابن الله، لكن هو قال كلمة واحدة بس، إن هذا والذي جاء به عيسى ابن مريم ليخرج من مشكاة واحدة، يقول ذلك على مسمع من بطارقة وعلماء الكتاب الذين من حوله. ثلاث أرباع اللي موجودين حوالين النجاشي كانوا من علماء الدين، وهذا بيؤكد ما هو بديهي الثبوت من أن الأنبياء كلهم إنما جاءوا بعقيدة واحدة لم يختلفوا حولها بعضهم عن بعض، ويؤكد أن اختلاف أهل الكتاب فيما بينهم ليس من بعد ما جاءهم العلم بغيا من عند أنفسهم كما قال الله تعالى. الدلالة الثالثة أنه يجوز للمسلمين أن يدخلوا في حماية غير المسلمين إذا دعت الحاجة إلى ذلك، سواء أكان المجير من أهل الكتاب كالنجاشي، إذ كان النجاشي نصرانيا عندئذ ولكنه أسلم بعد ذلك، أم كان مشركا كالذين عاد المسلمون إلى مكة في حمايتهم لما رجعوا بقى من الحبشة، لما قالوا ده أهل قريش أسلموا بتاعوا في بعض المسلمين رجعوا، يعني زي ما قلنا
زي أبو طالب عم الرسول كان بيعبد الأصنام لسه، ومع هذا برضو أحد الصحابة استجار بيه يحميه. وكالمطعم ابن عدي الذي دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة في حمايته، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان في الطائف وبعدين جه يرجع مكة، بعد ما رجع من الطائف ما رضوش يدخلوه، فدخل في حماية المطعم ابن عدي، قال أنا بحتمي بالمطعم ابن عدي، ودخل في حمايته. وهذا مشروط بحكم البداهة، حاجة مسلم بيها يعني، بقال يستلزم مثل هذه الحماية إضرام بالدعوة الإسلامية. يعني قال لك لا يا أخوي أنا مش أحميك إلا لما تكفر، قول له غرفي ده واللي مكتوب لها شوف. يبقى أنت ما تجيش ناحية ديني، مش عشان هتحميني تكفرني، لا مش عايز احنا الكلام، أو تغير بعض أحكام الدين. طب ما تكفرش بس يعني طوعني فيديو، ها لا، أو سكوتا على اقتراب بعض المحرمات، ما تجيش قدامه تعبد الصنم، خد الصنم بتاعك وغرف في ده يا بيه. مسلم قوي، ربنا أعز حاجة عنده. وإلا لا يجوز للمسلم الدخول في جوار أحد، يجيره ربنا بقى سعيد. ودليل ذلك ما كان من موقف النبي صلى الله عليه وسلم حينما طلب منه أبو طالب أن يبقي على نفسه ولا يحمله ما لا يطيق، فلا يتحدث عن آلات المشركين بسوء. قال يا ابن أخويا بقى أنا مش خلاص زهقت، ما تتكلمش بقى عن الأصنام بتشتم فيها وتقول عليها وحاجات يعني كده وتهجوها يعني وكده. فلما سمع من عمه الكلام ده بدأت الفكرة بتاعت الخروج تورد على ذهن النبي في الوقت ده. خروج منين؟ من حماية عمه. قال له يعني، قال له هيقول له بقى مالكش دعوة بيا يعني، أنا مش في حمايتك ولا في الدار، واللي عاوزين يعملوا أهل القرش يعملوا. يخرج من جوار عمه وحماية عمه وما يسكتش عن شيء مما يجب عليه بيانه أو إيضاحه. هذا ما يجب على المسلم وعلى العلماء وعلى المجاهدين أن يفعلوا، ولكن ما نراه في هذه الأيام والأيام السالفة أن عامة المسلمين وعلماءهم يتركون دينهم بدون مقابل إلا من رحم ربي. أدعو الله عز وجل أن يكون عام خير ويمن وبركة على الأمة الإسلامية، وعودا طيبا طاهرا كريما إلى دين الله وشرعه العظيم، وأن ينصر الله الأمة الإسلامية على أعدائهم في مختلف بقاع الأرض. ولنا لقاء آخر لنكمل حديثنا حول الهجرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.